يكمل قال: وكان أهل الكرخ من محلات بغداد رافضة، فجرى بينهم وبين أهل السنة فتنة ببغداد، فأمر أبو بكر بن الخليفة المستعصم وركن الدين دويدار أمروا العسكر ونهضوا الكرخ وهتكوا النساء وزادوا فركبوا منهن الفواحش. أقول سلوك داعشي تكفيري إرهابي، وكما يحصل الآن من دواعش مارقة في هذا الزمان. قال: وكان للمستعصم وزير يقال له مؤيد الدين بن العلقمي رافضي، فشق ذلك عليه فكتب إلى هولاكو ملك التتر وأطمعه في البلاد، فخرج هولاكو الاستيلاء على بلاد الخليفة. تعليق: كان هولاكو مسالما أبا رحوما عطوفا على المسلمين وخلفاء المسلمين وملوكهم وسلاطينهم، وفجأة غرر به ابن العلقمي فأطمعه في البلاد في بغداد وخلافتها. والمفاجأة الكبرى أن هولاكو استجاب له دون تردد، والمفاجأة الأكبر أن ابن العلقمي لم يعاقب على خيانته الكبرى، بل بقي على منصبه وسلطته وتسلطه كوزير للخليفة العباسي. فهل الخيانة الأعظم من الخائن نفسه أو من ترك الخائن على منصبه وعلى اطلاعه على كل تفصيلات الدولة دون رادع ولا عقاب؟ ولا جواب إلا بالقول أنهم كانوا جاهلين بعمالته وخيانته. إذن كيف علم التيمية ومنهج التدليس بعمالته بعد عشرات ومئات السنين؟ فهل عرفوا ذلك من مذكرات قادة المغول التي كانوا يكتبونها عادة كما يفعل قادة الغرب الآن، وليست مذكرات قادة الاحتلال الأمريكي الغربي للعراق ببعيدة عن الذاكرة؟ فأين إذن مذكرات قادة التتار التي اطلع عليها المدلسة والتي خفيت عن باقي الناس؟ ربما تكون موجودة عند أجمل أرباب التيمية وأوسمهم الشاب الأمرد.